لابد أن نعرف سبب وقوع الشرك في هذه الأزمنة حتى نتجنب هذه الأسباب التي أوقعت بعض الناس في الشرك. لماذا يقع بعض الناس في الشرك الأكبر؟ من أخطر الأسباب وأول شرك حدث في الأرض بالغلو في الصالحين، مجاوزة الحد في الصالحين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إمام شافعي رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، قد جئت إمام موي من أهل السنة والجماعة، لكن لا يمكن أن نرفع الإمام الشافعي فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. جمن أعلم دم كان ثناء سأربا إمام شافعي أخوه جيغن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يمكن أن نتكلم على الإمام الشافعي ونطعن فيه لأنه إمام من أئمة أهل السنة. دوشنا دا جمن أي سما وي كربيا أم فينا إمام الشافعي رحمه الله مان لاي بروكات كان دا إيكي إمام أهل السنة. نعم، لأن الطعن في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة هو طعن في السنة، يعني الذي يتكلم في أئمة الإسلام هو قد تكلم في الإسلام، يعني كأنه يقدح وينسب في الإسلام. نعم. بسنا دا نقدر نجي جم من أي أن يعد جم نجي أم بي أوي تكان إمام شافعي بان لاي ببرو كان هذا نجي أوي تكان قط بيدو جيكا بنتو من أبنى ساسنا إسلام دمائي.